كل سنه وحضراتكم طيبين. اللعبه يعني زيكو والتكنولوجيا والتياترو، واللعبه يعني لعيبه جديده وربنا يستر، عشان اللعيبه المره دي للاسف يعني انا اقدر اقول لكم اني بعتبرها بنتي، يعني مش بنتي انا، بنت كل اصحابها. معرفش ليه ابدا فجاه تلاقيها مشيلاك همها، واطيب كائنات الارض واشقى كائنات الارض. ومنى شلبي، ازي حضرتك؟ ايه يا اختي؟ موضوع طويل قوي. طيب ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا شرفنا النهارده الفنانه منى معانا. اهلا وسهلا بيكي. اخبار الالعاب مع حضرتك ايه؟ تمام اتفضل. الحمد لله. نلعب كلنا. حسيتي بايه وانت داخله الموقعه دي؟ مش عارف، اسوان الاقصر الحاجات دي. الله عليكي. شكرا. كنت بتطلعي رحلات كتير مع المدرسه؟ لا. ليه؟ عشان امي ما كانتش بتوديني. طب كنت بتتعكسي اكتر في المدرسه ولا بتعكسي؟ ايه السؤال البايخ ده؟ يعني عاده ما في بنات كانت بتعاكس صبيان. لا انا كنت بتعاكس يا تامر، وطبيعي هقول لك بتعاكس برضو. طب بس واللي مش طبيعي؟ بتعاكس برضو. بتعاكس برضو. طب تيجي نبتدي نلعب على يلا طول؟ يلا. يلا. مش عارف هيحصل ايه. مش عارفه وانا ومصطفى. ربنا يستر. اتفضل حضرتك. هنبتدي بحاجه نسخن بيها اسمها الاز. 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 عندك استعداد تازي؟ يلا نقز. يلا نقز. اتي كده. بص يا منى، البتاع السيخ الحديد الملولي وده حضرتك هتروحي تقفي عند اخره، تمسكي البتاع الفضي اللي هناك دي. دي؟ لا لا تعالي بس ارجعي. الفضي. فضي. دي. دي؟ اسم الله عليكي، دي فضي. خلاص؟ ما دي فضي برضه. طيب وسلكي السلك. اسلك السلك ده. كده؟ ها؟ الاز دي معناها ايه؟ مسعوقة ولا ايه؟ هتسعق؟ لا مش هتتسقعي، ما تخافيش. طيب. الاز دي معناها ان حضرتك هتمشي من عندك لغايه ما توصلي عندي هنا من غير ما تلمسي السيخ الحديد اللي في النص. اوكي؟ لو لمستيه اول مره هيئز، تاني مره هيئز. هتساق. مش يا ستي والله ما في اي صعقه في الموضوع. انت هتتصعقي باللي المحلل هيقولوا عليكي بعد كده بعد ما نخلص لعب. بعدين. لان احنا معانا محلل بيحلل اللي حصل من ساعه ما دخلتي وقلتي مساء الخير يا استاذ تامر كده وعملتي فيها عبد المؤدب. اوكي. اوكي؟ فهنبتدي منا دلوقتي. هتاخدي انت البتاع دي وتمشي بيها كده. اوكي. لازم بسرعة؟ بسرعة او براحة، المهم ما تأذيش. يا ماما. مفيش حاجة. منا انت بتحبي البحر اكتر ولا البسين؟ البحر. اشمعنى؟ اول أذن مفيش مشكلة. سيبني بقى في حالي. اشمعنى البحر؟ عشان بحب اتفرج عليه وبحب انزله. وسيبني بقى دلوقتي. لا ما انت دورك انك تجاوبي على الاسئله. طب استنى، اصلا ما سلكتش صح. واحنا بالاذن هسلك لك انا صح. هلي يب. سلكتي صح. انت اذيتي اذى واحده ومشيتي مشوار كويس ما تقلقيش. طيب ها. كنت متخيل انك هتطلعي اخر من كده. بحب البحر. نقيت عليا. عايز ايه؟ طيب بتحبي اكتر الجزمه اللي بروبات ولا الجزمه اللي من غير روبات؟ من غير روبات. ليه؟ عشان الروبات بيخنقني. يعني. طب بتعرفي ترفطي الكربطات؟ بتعرفي ترفطي الكربطات؟ خلاص انت على فكره اذيتي 130 مره. سيبي البتاعه دي يا منى. لا انا مصممه. أزيتي حبيبتي خلاص. طب استنى يمكن هنلعبك لسه لعب كتير بلاش تلامة. خلاص خلاص منا خلاص يا حبيبتي دول سبعة كده. خلاص اهو. خلاص اهو. برافو عليكي انت عملتي نتيجة هايلة في الأز ووصلتي لحتة كويسة قوي. أي نعم كنت أزيتي لك بتاع 12 أزة. عموما هنشوف برضو الأز ده معناه إيه عند المحلل. مفيش حاجة بتترمي. أوكي. خلاص؟ أوكي. نبتدي نلعب بجد بقى؟ يلا. هنبتدي نلعب بجد لو أنت قلتي افتح يا زيكو. افتح يا زيكو. ايه ده؟ فتح زيكو. خش. ده حلو قوي. الابنة الضالة منى شلبي قامت بعدم الاز، او يعني هي ازت بصراحه واحنا كوسنا لا بس هنا. بس يعني شويه صغيرين. شويه صغيرين. بتاع 18 از. لا لا انت بتكذب. انا بكذب. ماشي. مش هما مسجلين عندكم؟ مسجلين خطر. طب مسجلين عندكم؟ عموما لسه اللعب يا ماما كتير. طيب ماشي. واحنا جينا هنا في اللعبه الاولانيه من العابنا اللي هي بقاله زيكو ده الله يرحمه. الله يرحمه. ساب لي البقال ده فيه زيت وصابون وسمنه وبقاله، محلات بقاله عادي. انت بقيت مذيع وصاحب بقاله؟ انا بقيت مذيع وصاحب بقاله وفي اوقات الفراغ بكتب. بتكتب؟ عشان كده ما بكتبش خالص، ما عنديش وقت فراغ لان المحل واخد كل وقتي وقتك. ومش عارف اشتغل فيه لوحدي، فحضرتك هتشتغلي معايا صبي بقال. عين. اوكي؟ عين. هتشتغلي معايا هنا صبي بقال وهنلعب لعبتين. اتفضل. اللعبه الاولانيه هتبتدي اول ما تستلمي مني الاستيكرز الحمر دول. هيبتدوا يحسبوا اربع دقائق. اوكي؟ وفي حاجات مكتوبه هنا وموجوده هنا في المحل.
اعلم عليهم بالستيكر بالظبط. تاخدي كل واحد تاخدي ستيكر وتقومي لازقاه عليه خلاص. بس المهم تبقي عارفه اماكن الحاجه فين علشان لما يجي زبون يقول لك عايز مثلا برجل فتجيبي له برجل، عايز مثلا، لان الحاجات دي مش بقاله، ده نشاطي انا الخاص اللي بعمله على قفا. انا بشتغل عندك كمان بالظبط كده. ماشي اذا كان عاجبك. ماشي خلاص. ولو ادائك ما كانش قد كده هتترفدي. يلا ماشي. معلش معلش يلا اهي اللقمه. اوكي الانسان مضطر عشان خاطر اللقمه يعمل اي حاجه. ده حقيقي. الاربع دقايق هيبتدوا دلوقتي حالا. اول ما تستلمي حالا ليه؟ طب ما ابص كده عم يعني ابص اهو اديك اعتبري نفسك بصيتي. امسكي هات. بصي على السبوره. فين السبوره؟ اهي. مطلوب منك ايه وايه؟ 9 مفاتيح وكنكه واربع دقايق ابتدوا من ساعه ما استلمتي البطاقه دول. بس 9 مفاتيح ايه؟ يعني ايه مفاتيح؟ مفاتيح باب؟ اي حاجه اسمها مفاتيح تنفع تبقى مفاتيح. لا لا ده انا هزعل قوي 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 لان انا يعني هفشل في اللعبه دي. على لا 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 بالعكس انا متاكده اني هفشل والله. انت بس اربع دقايق خلصوا مفيش مفاتيح يا جماعه. هتلاقي بقى اي مفتاح ينفع يبقى مفتاح، يعني ممكن مفتاح عجل. طب ممكن مفتاح شقه. مفتاح عجل ممكن. مفتاح ساعدني يا تامر انت صاحبي بغض النظر على البرنامج. انا والله لولا ان هم قالوا لي ما تساعدهاش. طب هم ما انا مالي ومالهم. طب انت عينك وقعت دلوقتي على مفتاح وقررتي انه مش مفتاح ليه؟ انت كوريك مثلا. ده مفتاح عجل. اه ازاي عليه الاستيكر ما تجيبيهوش؟ طيب ازاي الاستيكر ده؟ ميرسي ميرسي ميرسي. اهو دي واحد. منى انا عارف عنك انك شخصيه منظمه جدا في حياتك. قوي قوي قوي. يا ريت تكلمي جمهورك عن نظامك. لا ما احبش جمهوري يعرف اني مش منظمه. انت مش منظمه؟ لا منظمه شويه بس مش قوي، يعني ام ستارتنج ان ابقى منظمه قوي. مش لاقيه المفتاح يا تامر. انت شخصيه عصبيه عموما؟ معظم الوقت. ممكن من عصبيتك تكسري حاجه قدامك مثلا؟ كنت زمان بعمل كده بس دلوقتي ادي مفتاح اتنين. طب انت بتاخدي حاجه في ايدك ليه؟ ارميهم في اي حته يعني. انت ناقصه طيب عطله. اوكي كمل. ها ماشي اتنين. اوكي لقيتي مفتاح عجل ولقيتي مفتاح نمليه قديم و ايوه ايوه ادي كمان مفتاح. ماشي. مفتاح انجليزي ولا فرنساوي يعني ما علينا بغض النظر عن اللغه. هو ده تمشي مفتاح؟ ليه؟ بتفتح حاجه بلاستيك. لا شكلي هفتح كرشك بعد ما نخلص البتاعة دي. استنى. ها كمل. ف طب ينفع دي بتفتح وش الناس؟ لا يا حبيبتي لا. لا اي حاجه تفتح وش الناس. طيب خلاص. قد ايه انت مسلمه؟ قلت اي فتحه. طب دي ايه دي؟ ده برجل. ده برجل. طب اوكي. قد ايه؟ طب انت شخصيه مندفعه؟ كنت. ما بقيتيش. اني مور. فاضلك دقيقتين. طب ما فيش اساسا مفاتيح. طيب ما هو في مفاتيح وفي كنكه. كنكه. الذاكره بعافيه هيقولوا لي كده اهي. ادي الكنكه الزقي عليها الاستيكر. انت ليه مصره تطلعي الحاجه من مكانها يا منى؟ يا تامر اهو بقى خلاص. طيب يا حبيبتي ربنا يشفيك عشان يبان البوينتس بتاعتي. اوكي ها. اوكي. ايه اللي خلاكي تقرري ما تبقيش مندفعه؟ عشان حسيت ان انا الاندفاع غلط ومش بيوصل لحاجه بالعكس، فالتريث احسن ان الواحد يبقى اهدى يبقى احسن. الله التريث دي اتعلمتيها وانت جايه ولا ايه؟ الجديده دي؟ وطلعت مني واخدت بالك؟ وقلتيها عادي يعني كانك متربيه عليها. مثقفه جدا جدا. طب وقراراتك عاده نابعه من مشاعرك ولا نابعه من مخك؟ مشاعري مشاعري. مشاعرك مشاعرك. سعادتك برج ايه؟ اسد. اهلا وسهلا احسن ناس. شكرا. فين المفاتيح يا ابني يا ولدي؟ مفيش مفاتيح. ده ايه دي؟ دي هارمونيكا دي ولا ايه؟ دي هارمونيكا. ممكن تفتح حاجه الهارمونيكا دي؟ اكيد لا. وفاضل دقيقه. فاضل دقيقه بجد؟ طب هفتح دماغك والله. هعمل ايه؟ دوري في المحل كله يا منى. كله؟ بصي كده بصي ادائي الجسدي المحل كله. يا حبيب قلبي صاحبي من زمان برضه. في المحل كله. صح صح انت دول صح. ايه؟ دي مفاتيح يا تيكو. ده مفاتيح ومفاتيح كمان. دول ممكن يبقوا مفتاحين. صح صح صح. ليه مفتاحين؟ اهو. عشان ده مفتاح متعلق على مفتاح يا تيكو. اسم الله عليكي اذكى اخواتها. انا خلصت. لسه يا حبيبتي خلصتي ايه؟ ليه 9 يوه بقوا كام؟ انت معاكي الورقه اللي فيها الاستيكرز دي هتخلصي لما ترجعي لي فاضيه. اوكي. فكنا بنقول ايه احنا؟ مفتاح الحياه طبعا. مفتاح الحياه. الله عليكي الله عليكي وعلى خيالك الواسع وعلى ادراكك. شكرا. انا ما خلفتش الا منى. ثانك يو. طول عمري اقول كده. ميرسي يا حياتي. طب منجا فاضلك عدد من الثواني. فاضلي انا شايفه كولونيا دي مش عارفه كولونيا ايه دي. كولونيا هو حد لسه بيحط كولونيا؟ لسه حد بيحط كولونيا. خلاص معاكي كام ستيكر؟ 3. يعني جبتي 7 من 10. انت كنت شاطره في المدرسه؟ اوقات لما كنت بعوز. هي في ايدي ليه؟ اوكي ما اعرفش. كل حاجه انت كل الحاجات نزلتيها من اماكنها. 7 من 10 ممكن تشتغلي في النشاط الخاص بيا. اوكي بس شكرا تعالي... يا اخويا شكرا. ربنا يخليكي لينا يا رب. ميرسي. اجربك بقى في النشاط بتاع عم زيكو الله يرحمه اللي هو صاحب المحل اساسا.
كان بيعتمد بشكل اساسي في نشاطه هنا على الدليفري. انت لما بتطلبي حاجه من السوبر ماركت بتبقي مرتبه نفسك في ورقه وكده وتطلبيها، ولا كل 3 دقائق تكلمي الراجل تقولي له وزود عليهم معرفش مش كل 3 دقائق بس، لا يعني ما ببقاش كاتبه في ورقه، ببقى عارفه يعني. وبتفتكريهم كلهم وانت بتطلبيهم؟ المفروض معظم الوقت طيب. اذا فهنجرب الموضوع ده معاكي، بس بالعكس هيطلبك زبون كمان شويه يطلب منك مجموعه طلبات بآله موجوده هنا برضو في المحل عندي، وحضرتك مطالبه انك تحضري الاوردر ده في 4 دقائق. الاربع دقائق دول هيبتدوا مع كلمه الو اول ما تقوليها على التليفون لما يرن، وتحضري الحاجه هنا. طيب خلاص كلميني عن الو. ايوه يا تزيكو. يا ستي انا مزيكو خلاصي. ها بقول لك يا اختي، جوزي كل يوم يسهر برا البيت ويقول لي رايحه اكل بيتزا مع اصحابي. عايزه تاكلي ايه بقى خلصيني؟ يعني عايزه اعملها له المخرومه دي في البيت. عايزه تاكلي ايه يا ستي؟ ايوه رغايه قوي خلصيني. قمت جايبه عجينه الفيلو من عايزه تاكلي ايه يا ستي؟ هرزع السكه في وشك وابقى كده مش غلطانه. انجزي انجزي هقفلها والله. طب استني بس افهمك ليه؟ لا مش معقول، ما انت احنا كده مش هنلاقي حاجه ناكلها. لا ما هي مش محدده، انا مش يعني لو اتصل التاني، لو اتصل التاني الزبون على حق يعني. وبتقولي بطلتي تندفعي، ما تخليش في الموضوع برضو سياد. معلش انا مقرر فيدك كده لو الست ما اتكلمتش تاني. طيب لان ما ينفعش كده، ده محل واكل عيش وناس جايه وبقول لك زيك والست مراته دي. حضرتك بقول لك 4 دقائق دول، 4 دقائق على ايتام دول. ما هو انت كمان مصور الايتام. ايوه دول ولاد زيك. مش معقول كده يا حياتي. وام كلثوم كانت ايه؟ كانت متجوزه؟ كان بيحب يسمعها. لا طيب كان بيحب. طب ايه ما كلمتش؟ اترفدت؟ لا ما اترفدتيش اهي. الو مساء الخير. زيكو؟ بقالت زيكو حضرتك تحت امر. دي حبيبتي اصل بعمل بيتزا دلوقتي والعجينه هتستوي. الف هنا وشيفها. حضرتك عايزه تطلبي ايه؟ عايزه ياخد جبنه بتتشد وتتنط من اللي عندك. ايوه تحت امرك. تفتكر الرومي احسن ولا هتفرق في الطعم؟ لا يا فندم تحت امرك انجزي. طب يا اختي عايزه كمان علبه تونه، ايه رايك اجيب تونه ولا اجيب بصير؟ ما لا هاتي تونه. ممكن الاثنين. هاتي يا اختي كمان مشروم معاكي. مشروم؟ مشروم. وايه كمان؟ عندك ذره متفصصه؟ ذره متفصصه؟ هاتي لي علبتين. اوكي يا فندم حاضر. والبصل الاسود وبسرعه. حاضر مع السلامه. ايه في الفرن يا ولا؟ حضرتك عايزه كام علبه تونه معلش؟ طالما ما قالتلكيش عايز. مهم صح؟ طلبت ايه وايه الست؟ طلبت تونه وبسطرمه وجبنه موتزاريلا واتنين ذره مفصص. ومشروم. ومشروم. فين بقى الدور المفصص؟ يعني في ربع فلفل اسود على فكره، بس انت قفلتي قبل ما تطلبي. ما هي ما قالتش، انا اسفه ما سمعتش. سيبوني بقى عشان التونه كانت هنا وانا كنت شايفاها هنا. انت متاكده انك بطلتي اندفاع؟ الكلام ده من قلبك؟ سيبني بقى، سيبني بقى دلوقتي. فين التونه يا جماعه؟ انا بلف حوالين نفسي بقى صح؟ زي ما انت بصي يعني ما منا صحابك القريبين في الدنيا قليلين ولا اختار؟ صحابي القريبين يقولوا لي فين التونه دلوقتي حالا؟ ورا التلاجة. اوكي. ها. اتفضل. صحابك القريبين في الدنيا ايوه كتير ولا قليلين؟ لا يعني ما الحمد لله كويسين. ما هو الحمد لله على كل شيء. لا يعني يعتبروا مش قليلين ومش كتير. يعني حوالي؟ حوالي. هي دي جبنه بتتمط ولا ايه؟ بتتمط. اي حاجه لما بنحطها في الفرن بتتمط. طيب انا هحطها لها في حاجه المفروض صح؟ برافو عليك. مش راضي يصنع البتاع ده؟ دقيقتين. طيب 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 ها. كام صح. نفر يعني اللي هم الانتيم اللي المشكله بتعذب لاني ما باكلش جبنه وما بمسكش جبنه. يا حبيبتي صح. انت فاهم؟ منا بتخاف من الجبنه يا جماعه ده حقيقي. خلاص احنا اعتبرناكي جبتيها، تعالي تعالي احنا مش طيب عايزين نطلع عقدك. طيب انت اساسا عندك بارانويا من حاجات البارانويا يعني عندك بتخافي من حاجات كتير؟ الصرصار. الصرصار بس مش كل الحشرات. والبق والحاجات السوداء والخنافس والي. طب والضلمه؟ بخاف من الضلمه جدا. والادوار العاليه؟ لا. والاماكن المغلقه؟ لا. دوره هنا صح؟ ده مش دوره مفيش حاجه. بصي المحل ده كله الشويله دي كلها وضائع. كل الشويله كلها. الشويله على فكره كمان احنا ايه واخدين الناصيه قدام المحل وانا بفكر والله تيجي تقعدي انت وانا اقوم اعمل الاوردر. عالجبنة بقى عشان تديها طعم. الله عليك يا الله عليك. المهم وعالجيران. يلا يلا مش انا اكل الحمام. اكل أوكي الحمام. اكل الحمام. في ربع فلفل اسود. لا هي طلبت جبنه. ما انت جبت الجبنه يا منى خلاص. وطلبت بسطرمه. بسطرمه بسطرمه. فين البسطرمه؟ بسطرمه اخو اللانشون. واللانشون اخو البسطرمه.
عمر البسطرمه ما كانت بتتحط في الثلاجه عندنا. ما باكلهاش، ما بحبهاش. ايوه، عمرك ما رحت السوبر ماركت شفتيها فين؟ فين البسطرمه؟ فين البسطرمه؟ فين البسطرمه؟ ابي كات. ايه ايه؟ مش طايق البسطرمه يا تيكو. اهي اهي. الله، لقينا البسطرمه. برافو عليكي. انا مصر ان الست طلبت ربع كيلو فلفل اسود. فاكره فاكرني ناسيه؟ انا مركزه جدا. ربع كيلو فلفل اسود الست طالبه، وفي مشروب والوقت راح. طيب خلاص انا غلطت. والفلفل الاسود اهو، وحطيت لك ايدي عليه وغيرت. طب اعمل ايه يعني؟ انا فاكراك سرحان. يا سلام. طيب ادي الفلفل اهو، والمشروم محطوط في العلب هناك. هنا برضو انت ايه؟ ما اوكي انا كده خلاص. اقعد يا منى. الله لا يسيبك. اخبارك مع التكنولوجيا ايه يا منى؟ كويسه جدا جدا جدا. تعالوا نشوف منى كويسه ولا لا مع التكنولوجيا، وانا متاكد انها مش كويسه. لا كويسه. اتفضلي. طيب